سبيسيال تنس على الحياة فم. سبيسيال تنس على الحياة فم، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 أو على 3W.الحياة.فم. برنامج سبيسيال تنس كالعادة يجيكم كل نهار أحد في نفس التوقيت، أبرز الأحداث في الساحة هذا الأسبوع، هذا الكل مع أبرز الوجوه في الساحة الرياضية في مجال كرة المضرب. اليوم في برنامج سبيسيال تنس نتناول عدة مواضيع هامة، أبرز المشاركة المميزة لمالك الجزيري في بطولة النخبة العربية للتنس بالكويت وبلوغ النهائي أنس جابر وحصول على لقب مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي ومعز الشرقي وتقدمه في البطولة الدولية للتنس الجارية بالمونستير. هذا الكل مباشرة عبر الهاتف وأكثر تفاصيل مع الصحفية الرياضية إيمان قدري. مرحبا بك. مساء الأنوار سميلي عبدالله الحطاب، تحية شتوية مميزة للمستمعين الأعزاء والعمل براديو الحياة فم، وعطلة سعيدة لكل أبناء التونسيين من طلاب العلم ومربين أيضا، وطبعا لفان دو تنس في كل مكان. شكرا لك مدام إيمان، أكيد أسبوع حافل بالتظاهرات والأخبار السعيدة في تونس. نبدأ بأبرز المشاركات المتميزة خاصة للاعبنا التونسي مالك الجزيري اللي تألق في بطولة النخبة العربية للتنس بالكويت وبلوغه الدور النهائي. صحيح، خلينا ننطلق إذا بالنجم العربي العائد بقوة مالك الجزيري، هو بلغ فعلا النهائي في بطولة النخبة العربية للتنس، وهذه البطولة هي النسخة الأولى للأساتذة واستمرت على مدى 5 أيام إلى غاية 12 ديسمبر الجاري. نعطيكم على التوالي النتائج التي حققها نوتر جاز خلال الأدوار التي خاضها إلى النهائي. هو إذا فاز في بلقب الوصافة وكان بالدور الأول معفى بحكم أنه تصدر القائمة الأولى، ثم بالدور الثاني انتصر على حساب القطري مبارك رايد بمجموعتين لصفر بواقع 6-2 و6-2، وبالدور الربع النهائي أزاح المصري عمرو محمد كذلك بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-1 و6-2. وبالنصف النهائي تأهل على حساب السوري محمد نو بمجموعتين لواحدة بواقع 7-6 و6-2 و6-3. أما بالنهائي فقد إلى اللقب للاعب اللبناني هادي حبيب، وانهزم مالك الجزيري أمامه بعد اللجوء للسوبر تاي بريك، وكانت النتيجة بين الطرفين انتهت بواقع 4-6 و7-6 و11-9. نحب نشير هنا كون التونسي عزيز الواقع كان قد بلغ نصف نهائي هذه الدورة، وهو أيضا كان قد أعفي من خوض الدور الأول بحكم تصدره القائمة رقم 3 وانهزم الواقع في الدور القبل الأخير أمام صاحب اللقب اللبناني هادي حبيب بواقع 6-2 و6-2. واكتفى بطلنا الصاعد وسام عبد الرحمن بالربع النهائي، ولكنه قدم مقابلة كبيرة بالدور الثاني أي الثمن النهائي أمام اللاعب الكويتي طلال عنتر بواقع 6-0 و6-4، وهذه نتيجة المقابلة طبعا، علما وأن وسام هو الآن ينتمي لفئة الناشئين وسنه لا يتجاوز 18 عام، وقد تم إعفائه من خوض الدور الأول مثل الجزيري والواقع لأنه كان يترأس القائمة السابعة. وبجدول الزوجي بلغ الثنائي التونسي المكون من عزيز الواقع ووسام عبد الرحمن النصف النهائي، وانهزم عند هذا الحد ضد الثنائي اللبناني هادي حبيب وحسن البراهمي إبراهيم سمحني، وهذا الثنائي هو من أحرز لقب هذه المسابقة على حساب ثنائي مصري بواقع 6-3 و6-2، وهي نتيجة لقاء الذي جمع بين ثنائيين طبعا. وهذا مش غريب على منتخب لبنان المتواجد مع تونس في المجموعة الأولى لكأس ديفيز. هوني نفيدكم اللي أنس جابر حضرت حفل ختام الدورة كضيفة شرف إلى جانب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي الشيخ أحمد الجابر عبد الله الصباح، وهذه الدورة شارك فيها 16 منتخب عربي بارز وهم
تونس، عمان، سوريا، العراق، قطر، الجزائر، مصر، الصومال، موريتانيا، السعودية، البحرين، السودان، لبنان، ليبيا، الأردن والكويت البلد المنظم. وستقام عفوا دورة للسيدات السنة القادمة، وهي النسخة الأولى بالتزامن مع النسخة الثانية للأساتذة بعد نجاح هذه التجربة. واضح. انت حكيت على انس جابر والمشاركه، اكيد نحكيه اكثر على انس وحصول على لقب المبادره العالميه لتنس اللي اقيمت في ابو ظبي. فعلا انس جابر هذه النجمه التي تواصل امتاع جمهورها الكبير بانجازاتها المتتاليه، اصبحت اليوم اول لاعبه عربيه في التاريخ تتوج بلقب بطوله مبادله العالميه للتنس في ابو ظبي بالامارات المقامه على ملاعب مدينه زايد الرياضيه. هذه المسابقة انطلقت منذ سنة 2009، وهذه السنة باركور شانس انسحبت منها البريطانية إما رادوكانا دوريجين سلوفاك بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا، وعوضتها بذلك أنس جابر. ورغم أن مشاركة أنس جابر تأكدت في اللحظات الأخيرة إلا أنها نجحت في الظفر باللقب على حساب صاحبة ذهبية طوكيو الألعاب الأولمبية الأخيرة إذن، وهي لاسويس فينيندا بنتيك المصنفة 23 عالميا بعد ساعة و22 دقيقة من اللعب. وانتهى اللقاء بينهما في ختام اليوم الأول للبطولة الذي شهد ختام منافسات السيدات بوقع 6-4 و3-6 و8-10. وكان اللقاء حضره جمهور محترم شجع بحماس نجمة العرب أنس جابر وفرح كثيرا بفوزها، وهي بدورها عبرت عن سعادتها بهتافات جمهورها وبهذا اللقب الأول من نوعه الذي أضيف لسجلها ولما حققته بموسمها الجاري الاستثنائي. نقولوا برافو أنس، وإن شاء الله ربي معاها وبون كونتينياسيون، إن شاء الله موسم جديد مكلل بالنجاح وتتقدم لنا ولما لا تصدر الترتيب العالمي كما هي وعدت وكما هي تسمح لذلك، وكل الشعب التونسي زاد يسمح لذلك. أكيد نتمنى التوفيق لبطلتنا أنس جابر في قادم المواعيد والاستحقاقات. في الختام مدام إيمان، نعرجوا على معز الشرقي وتقدمه في البطولة الدولية للتنس الجارية بالمناسير ونتائج جد إيجابية. يعطيك الصحة. هو اليوم للأسف معز الشرقي مترأس القائمة الثالثة أخفق أمام الفرنسي مارتن فيساتش بواقع 4-6 و7-6 و6-3 في النصف النهائي، ولكن في الربع النهائي فاز الشرقي على مترأس القائمة الخامسة لاعب ساحل العاج كوليبالي اللي يقوم بواقع 6-4 و6-2. وبثمن النهائي أطاح بالبولندي ماكس كاسينكوسكي بواقع 7-5 و6-2. وبالدور الأول تغلب على اللاعب الفرنسي ماتيو سكاليا بواقع 6-1 و6-1. ولكن زميلي خلينا نقول هذا مؤكد أنه معز الشرقي يطمح السنة القادمة في التقدم أكثر بسلم التصنيف العالمي. هو اليوم في المرتبة 556 عالميا ويبلغ سنه 28 عام، والأكيد أنه سيستغل فرصة انطلاق تونس في تنظيم دورات دولية من فئة 25 دولار أمريكي بداية من 3 جان في المقبل، تندرج ضمن سلسلة الفيوتشر المقامة بالمنسير. فحظ موفق له في قدم المنافسات لجميع ممثلي راية الوطن. في الختام أشير أن الجامعة التونسية للتنس تنظم انطلاقا من الساعة 7 هذا المساء سهرة الأبطال في نسختها الثامنة لتكريم الأبطال المتألقين على الصعيد الوطني والدولي والنوادي المكونة والمدربين الذين تميزوا هذه السنة. وهذا العرس السنوي ستحضره العائلة التونسية الموسعة للتنس، و بصفة استثنائية سيحضره هذه المرة الخبير الفرنسي لفورماتور برنار بيستخ الذي يتواجد حاليا بتونس، وكان قد أشرف مؤخرا على مران منتخبنا للناشئين الذي يتولى تدريبه الوطني أنيس بوشليكا.
وقبل ما نودعكم على امل اللقاء في حصص قادمه زميلي، خليني نذكر على سبيل المثال الصاعده هبه الهاني التي ستحصد الليله لو تروفي دو ميور اسبوار فيمينا، وهي اصيله منطقتكم القيروان الحبيبه، ولكنها تنشط حاليا بنادي التنس بالحمامات، وهذه الجائزه هي مستحقه عن جداره. نقول برافو دونك هبه، والى الامام هي وكل من يسعى لتشريف رايه تونس. طبعا شكرا لك مدام ايمان، تمنيتنا بالتوفيق لهبه الهاني، شكرا لك خاص على التدخل عبر الهاتف. هكا وصلنا لنهايه حصه سبيسيال تنس، الشكر خاص لنوفل الشرطاني في الاخراج التقني، محمد قدح في الاخراج الرقمي، انس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفيه، عبد الله الحطاب كوتي ميكرو. ملتقانا الاسبوع القادم في سبيسيال تنس، شهية طيبه للجميع. سبيسيال تنس على الحياة فهم. سبيسيال تنس على الحياة فهم، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات.